أدمنا العالم الافتراضي ونقضي فيه معظم أوقاتنا وننهل منه الكثير من المعلومات بغض النظر عن مصداقيتها أو لا. فللصداقة أيضا أدبيات سواء كانت واقعية أو افتراضية، لأن الصداقة هي مشاركة الآراء والمناسبات والثقة والاهتمام. فقد اختلفت الآراء حول أصدقاء العالم الافتراضي، إلا أننا نتعرض يوميا إلى صداقات افتراضية، وكل ما علينا أن نتأنى في اختيار من ندخلهم واقعنا. شو رأيك بالصداقة الافتراضية؟ والله كتير حلوة. ايه والله كتير، وبتعرفي على أصدقاء، يعني لو كنتي ما بتعرفيهم بتعرفي على أخبارهم، تحكي أخبارك يعني معهم، كتير حلوة عن جد. كتير ممكن تعتمدي على حدا تعرفتي عليه على النت بالواقع؟ لا والله ما كتير، لا ما بعتمد، بعتمد على قرايبيني أهم شيء، يعني القرايبين بيضلوا معك كويسين، وكتير حلو هالشيء. قد ايه بتحبي تتعرفي على ناس جداد؟ والله بحب كتير، أنا كتير فضولية وبحب هالشيء كتير، كتير تعرف حلو. لقيتيهم خرج يكونوا واقفين حدك؟ اي والله كتير كويسين، بتعرفي انت الاشخاص اللي كويسين معك بتوقفي معهم كتير حلو، عن جد كتير حلو الاصدقاء. هلا هي صداقه مثل اي صداقه، بس ما بامن فيها لحد مطلق، يعني يعني شخص ما بتشوفيه انت، مجرد انه افتراضي يعني بتخيليه قدامك، ما اكثر من هيك. ما بحب الصداقه الافتراضيه. اذا تعرفتي على حدا على النت ممكن تشوفي بالواقع؟ لا. عندكم نت مو؟ اكيد. شو رأيك بالصداقة الافتراضية على النت؟ ما بشجعه، ما بتحبيها نهائيا. فينك تعتمدي على أصدقائك اللي بالنت؟ لا أبدا، الأصدقاء الحقيقة معروفين وتجارب بيناتهم، بس أصدقاء النت كلها تضحك ضحك. تسلاهي. قد ايه عندك أصدقاء ما بتعرفيهم على النت؟ لا أصدقاء النت عندي محدودين، هي نفس الأصدقاء على الواقع. قد ايه عندك رفقات على النت؟ ما بعرف، ما عديتهم. قد ايه عندك رفقات ما بتعرفيهم؟ كثير؟ حدا ما بعرفه، ما بقبل يعني حدا ما بعرفه. طيب رأيك النت وأصدقائه مو كويسين، إنه مثلا ممكن عندك رفقات قديمين رجعتي؟ الفكرة إنه هن بيكونوا أنت بتعرفيهم، يعني أصدقاء قديمين أنت قلتي هن بتعرفيهم، مو إنه والله حدا ما بتعرفي شي عنه قبلتي وكذا. هلأ ممكن أحيانا تنجح طبعا، هذا بيرجع لتربية الشخص وصدقه بالبيت، بس طبعا يعني مثل ما في بالحياة العادية ناس بتكذب، في بالحياة الافتراضية هيك، وفي ناس صادقة وفي ناس لا. هلأ هي افتراضية فما فيك تسميها أنه صداقة، ما بعرف، ما فيك تعتمدي عليها بحياتك. أدي عندك رفقات ما بتعرفيهم على النت؟ لا ما عندي. شو رأيك بالصداقة الافتراضية؟ والله هي حلوة، يعني انه ما انا شغلي بطالة، يعني عرفت كيف، الواحد هيك بياخد وبيعطي مع شخص تاني ما بيعرفه يمكن يرتاح له اكتر، عرفت كيف. قدي عندك رفقات بنات ما بتعرفن عنك؟ لا هيك عن جد احرجتيني هيك. لا يعني كيف مثلا، هلا نحن بنحكي بشكل عام، يعني ماني محكي عني انا. حلوة عن جد، الواحد بتعرف على ناس جداد. ايه على الفيسبوك انا كل الاصدقاء اللي عندي بعرفهم شخصيا، بس على المواقع التانية لا. هلا الشباب غير البنات، يعني نحن مثلا بكون انه مو ظابطه كثير نحن انه مثلا نضيف ناس شباب مثلا او بجوز بنات اوكي، بس انه مثلا الشباب وهيك بتحسيها انه هيك بضل مجتمعنا مجتمع غير بالاخير بالنهايه، بس ممكن يعني انت مثلا مو كل الناس بطاله، عرفتي بالاخير يعني منيحه مفيد للمجتمع بشكل عام. عندك رفقات كثير ما بتعرفهم على النت؟ عندي على الفيسبوك بس، يعني عندي كثير رفقات وشفتي انه تعرفت علي. شبكات التواصل الاجتماعي تقدم لنا مساحات تعبير ومعرفة رائعة، لكن على المستخدمين عدم إساءة استخدامها والانحراف عن هدفها الرائع الذي أنشئت لغرضه.